وفقنا فتره في الفتره دي بمجموعه فعلا زي ما حضرتك بتقول نجوم. على فكره كانت النجوم مش في نادي الزمالك بس، كان في الانديه كلها. كل الانديه صحيح. يعني ما بتتكلم على المقاولين، بتتكلم لسه هرجع للكابتن سعيد على اسماء هايله. انا يمكن في فتره حتى النادي الاولمبي كان احمد الكاس وكان عاصم زغلول وكان محمد بطاطا في كل الانديه. نعم كل الانديه مصر مصري طبعا. هي اللي كان شكل الدوري فيها حلو يا كابتن شبير، ان معظم الفرق انت كنت بتبقى رايح عامل لها حساب، يعني ما كانش معروف ان انت هتروح تكسب. احنا الحقيقه طلبنا ربع ساعه زياده بس الاستاذ مازن مرزوق مدير القناه رفض. يعني اتفضل يا فندم. طب احنا نتكلم بسرعه سريعا يعني اصل عندي ضيفين بعديك يعني. لانه كان اول امبارح باين كان في افوره 25 دقيقه يعني. اتفضل كمل. دي حاجات داخليه بقى احنا مالناش علاقه بيها يعني. اتفضل. فانا بقول لحضرتك المجموعه اللي كانت موجوده، يعني انا الحمد لله ربنا وفقني في حاجتين مهمين جدا.